quraanka kariimka akhriya waxay iman doona dad quraanka wax ku weydiista dad idinku quraanka akhriyo ilaahay ku bariya ayu leeyahay oo ilaahay ugu dhawaado ugu tawasula dad baa iman doona quraanka intay akhriyaan ku dawarsanaya in quraanka lagu dawarsado ma inta qofku toban aayadood akhriyo uu ilaahay idiida idiibadiisa iska wato haduu baahan yahay laakiin ha ka daayo quraanka uu ku dawarsanayo سيدنا سوينا برأي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كاس وصغن وحكم إذا تعظيم كيس سيابا إنو وينين إنو حكم إذا هنكا قوينو وين هذا قرآن كاتوشا كقبط قفنا كتاب كاخريا قفنا دوشو كقيا مركا سيابا إنو وينين إنو قف كآد بو وينين إلهي كلام كيس دوشا كقبط يلا بتبكو قاطي كتاب يحفظ بالسطور وبالسدور كتاب كأنه كتاب لابت أنا لقو قاطه كتاب كي مسحف كنا لقو قاطه لا بد أن سالقو إلى علينا يا رسولك صلى الله عليه وسلم أما كهرباء أرت القرآن كإلهي وماري ضد كقرآن كصف عنه قرنا يا أخريا إن الذين إلهي باع مشترك ولا ترى تشارد يباع مشترك بيكو ترى فإذا جاءوا بدن تلقو خسارين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وإلهي لك عسنا يا رب إلهي نوح الرب ودم بالدافة يا وانا كم هذين يا جناح سيقودكم خسارة يا أبا إلهي وحو النبي حسي عليه الصلاة والسلام قفك قرآن كريم كأصف عنه قرانا يا أخريا يا إنو تقونانا يو معانانا يو الذي يقرأ القرآن كمثلة أترجة قفك قرآن كأخريا يا وحو لم يدي هاي أترجة دا قيت كلا يوا قيت أتقونا معانا إيمان كل معايا قرآن كدرادينا ولا أتقويا وحوي وي نقول رجال يا رسول صلى الله عليه وسلم marka la wuxuu tilmaamay haduu qofku xaafid noqdo oo quraanka u fiirso dhalinyaradiina quraanka xafidaa ha sii daynina hana dayicina intaad nasiib weyn heshay ha ka abaalka darin ilaahay baa ku waafajiyay qofku caalamkan uu ka dalacaa inuu joogno caalamka sare malaa'igtu u dalacaya haduu ilaahay kalaamkiisa xafidsan yahay oo uu ku camal falayo oo uu akhriyayo الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة قف كحريف ككوا قرآن كإلهي حاذق كواذو يقام إحافظ كهي ملائكة فضل قبضان بوهلين إلهي وصدر النبي يديس برر رأه سبفل قبضان قرآن كو عبادوين كواشيق كليه الله سعداء إلى حباشة إيا إلى آخره haddii aad adigu noqoto min ahlul quraan xabaashana marka lagu aasayo dadka adiga baa lagu wada xabaalay ilka xaq hore lagu marinaya sidoo nabigu ba yeeli jiray aakhira marka la tago jannada la galana cibaadada si jiraysa waa akhrinta quraanka taw fiirso salaadi ma jirto soona ma jiro wax kale ma jiro laakiin quraanka akhrintiisu way si jirtaa رسول كوحل صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وحل ورنا يا قفك قرآن كأخري أخري تريد الدنيا دي أهل كواح حافظكها مركو جنة قالوا قرآن كأخري والتجويدي سيدياد بركة الدنيا دي شوكتا وأخري ترتي oo si wanaagsan u akhri darajadaad waxay kolba gaaraysaa inta aayadood aad akhrido 100 darajo helaya qof 1000 darajo helaya saas uu sii soconaya isaga kororsanaya waxa kaloo rasuulku xusay sallallahu alayhi wa sallam isagoo inagu dhiri gelinaya quraanka kariimka inaynu xafidno qofka xafidka in la weyneeyo إن من إجلال الله تعالى إلهي وينينتي سوحا كبدا من نبيه إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد صدح قف وينين تود وأدقوا إلهي ويني صدح ذبان هدى إلهي ويني وقوا قرآن كي ويني وكاسي يقولون متيسر إلا ويني وقف كي عهد لها إلهي عبادي سنين
عاصي عرايستي ماها لكن وقف عابده او عرايستي وفايدونك عراد الله قفك عرايستي هداد وينيسو والدنا واركته الهي بدوينيس قفك اللباد نوا قفك كتابك الهي حفظ سنا ايساقنا كعمل فلي غير الغالي فيه والجافي عنه لبدا قيد بالنبي وحرى وامدان كقلالين وكقلالين القرآن كقرآن قمية كمو دحسي بنين وموسى يجين سقلا ذن أمو فهمين لكن وصديا دي عاد سدي في عنيد مو فهمين كهدد وينيسه هبدأ يراده إلهي وينيتي سكمت يقف كم ضح ضاه عادل كه ليس كاسو كتر قف كي حامل القرآن كتاب كان كريم كه قفك مركز تاو كأجنوا وكلنا قبل أما ومضضة إلهي وكدرة شيء إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين كتاب كأركيسان إلهي ومضو كرق قاضي أبو النبي قفك حفظك إيساك كرق قاضي إلى لي إلهي إن كرب قاضي ضدك وكسي سرعيا واحد شراء تعظيم كقرآن كم إذا سيابها إنو وينين إنو سورة بدن فضل قارة له يا آية فضل له كوانا إنه سيقارة وكسي عبادي سينا إنه بطسنه مسو كوبي كرنو فضائل القرآن في الأحاديث الصحيحة أحاديث الصحيحة وحي الشيقين فضائل أي ليهين سورة هي آية قاركو مثل سورة البقرة سورة آل عمران آية الكرسي معوذتين قل هو الله وي بدين كواس هذا ما سو كوبي كرنا وقت وما هنا وهلي كرتاي كوانا سيجارة إن لوجود دلاله تعظيم كي كمدين تعظيم قرآن كين وينيني وحكم إذا تعظيم كيس القرآن كوجوب العمل به إن كل قرنه دولة دا كل رقم يسوع قبيلة دا كل رقم يسوع قيس كا كل رقم يسوع شركة دي جناح سكا كل رقم يسوع قف كا كل رقم يه والنظام هجا يه هجا تينية أمة ضارة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن كاني أرين كستو توصني بدن بطتك كهانوني يا أبو لاي يا نجس عن حيدة إن القرآن كيسكرك نو يا نجرف وفرل إلهي لو جعل هذه السنة عقيدة دنيا إيمان كين أيا إن فر أي قيف كتاعي إلهي كتاب كيسونو ميس كاي نو سارين قضيات كستو تما تلا قل قيوم وسيابها لو وينين يو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر بالغلي أولو الألباب سيقوا أنتوان ويقاطان ويقول نقمان عبد الله بن مسعود باوحو الله يا صحابة وحاها انتوان آياتون مركي برتان ما بيسي كردين شرين إلهي نقن قليان أثر كي صحيحة لم يتجاوزوها في أن يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ما يدافع شرين طبعاً كآيات هذا وحي سراعين شرين علمي يا عملك أنت علمي هذا قاتم بعمل قلين شرين الله وحده فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نبي آدم عليه السلام يحاول مرح عالم كان كاري إلهي وحده المابين هل كان كفر عام الدوانا منهج نو كان الدوانا منهج كا يوحي قاعد الراعة الدنيا ذا نقول درايسن ماي الدنيا ذا نأمن ماي آخره نقول درايسن مايو ككسي شيء سدنا إن دلاني ينال العريري عليه